بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله لقاء محبة ولقاء ود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا بأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أولاً، بالنسبة للبرنامج أو للدورة التي سوف نقيمها بإذن الله عز وجل، هي مقسمة على 4 أساتذة بإذن الله. أنا والأستاذ سليمان الريس سوف نقوم بهذا اليوم، يوم السبت والأحد والاثنين، باقي 2 وهم سوف يكونان في يوم ثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله عز وجل. وكما هو موجود في الجدول، تبدأ الدورة من 8:00 إلى 12:00، وهذا كذا ترتيب مدير المعهد فيما أعرف، أو لا هذا أو ليس هذا؟ طيب، بارك الله فيك. هكذا بإذن الله عز وجل، يعني ولعله إن شاء الله أن ينفعنا بما نقول، وأن يكون هذا الكلام الذي نقوله ينتفع به الجميع. نحن كتبنا ورقة وأرسلت ممكن للمعهد، كان هناك عناوين موضوعات مطبوعة أمامكم، لكن حقيقة لا نستطيع أن نتكلم عن جميع هذه المواضيع، فعندنا موضوعين. الموضوع الأول حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم ومسلمة، هذا الذي سوف نبدأ به بهذا الوقت بإذن الله عز وجل. أولاً، لنعلم أننا نحن مسلمون جميعاً، وديننا مبني على القرآن وعلى السنة، والمقصود هنا بالسنة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نريد في هذه الدورة المباركة أن نتكلم عن جزء من حقوق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الموضوع سوف يتطرق على عناصر: أولاً، محبته، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طاعته، ثم تعظيمه عليه الصلاة والسلام، ثم مواطنها وثمراتها الذي سوف نبدأ به ونتكلم عنه بإذن الله عز وجل. هنا بداية، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لله حقوقا على عباده لا يشارك فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وجعل لنبيه حقوقا على أمته لا يساوي فيها أحد من المخلوقين. هذه مقدمة لنعلم أن لله حقوق وللرسول حقوق، لله حقوق وللرسول حقوق. الذي سوف نتكلم عنه الآن هو حقوق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أولاً، من حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام محبته، محبة النبي، لا بد أن الجميع يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أول حق من حقوقه. الحق الثاني طاعته، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم واتباعه، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توقيره واحترامه من غير غلو، من غير أن نغلو بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا إفراط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري هذا الحديث. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين، فقال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يقولون العلماء أنه مبني عليه الإسلام، مبني عليه الدين. هناك 3 حديث مبنية على الدين، 3 حديث: الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك الحديث الثالث: الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور متشابهات.
ناتي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. لقد حب الله تبارك وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الخصائص القوية والصفات العالية والأخلاق الرضية ما كان داعيا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه ولسانه وجوارحه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق، كان أعظم الخلق وأعظمهم أمانة، أعظمهم أعظم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمه عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام. مثل الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبض النبي من عند صدره وجره فقال أعطني من مال الله يا رسول الله، لكن هذا الأمر لم يزد النبي عليه الصلاة والسلام إلا حلما، لم يضربه لم يعنفه عليه الصلاة والسلام. كذلك الأعرابي الذي بالى بالمسجد النبي لم ينهاه ولم يقل له شيئا عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولقد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اسم محمد، اختار هذا الاسم. لماذا اختار؟ المشتمل على الحمد والثناء، فصدق عليه وصفه نفسه عليه الصلاة والسلام حين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. أول من يشق عنه القبر هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واختار اسم كلمة محمد من معانيها الحمد والثناء. بعد ذلك أقسام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أقسامه سوف نذكر أكثر من قسم لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أولاً هنا قد ذكر درجتين، الدرجة الأولى فرض، وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به النبي، بمعنى أنك تقبل جميع ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول من عند الله ونتلقاه كذلك بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه. لا يمكن أن تطلب الهدى والطريق المستقيم من غير طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة، فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان إلا به. هذه مهمة جدا ولا بد أن نعرفها جيدا، وهو أن نعلم أنه رسول من عند الله ونتلقاه بالمحبة والرضا، أي نتلقى ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام بالمحبة والرضا، أي أنك تحب جميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وترضى به، وكذلك تعظم الرسول وتعظم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم طلب الهدى من غيره. لا يمكن أن تطلب الهدى من غير كلام الرسول. ثم حسن الاتباع، لا بد أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقولون أن الدين يبنى على شرطين. من يذكرهما؟ يبنى الدين على شرطين أساسيين، نعم، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص إخلاص العمل لله، فأي عمل بدون إخلاص فالله غني عنه، ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. كذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل عليه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. بعد ذلك الدرجة الثانية في محبة النبي عليه الصلاة والسلام فضل، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه وتطوعاته وأكله وشربه ولبسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة. هناك في آداب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، بمعنى أنه إذا بدأ بالأكل
يبدأ باليمين، إذا أراد أن يلبس ثيابه يبدأ باليمين، إذا أراد أن يلبس الحذاء يبدأ باليمين، كذلك إذا أراد أن ينام يبدأ باليمين، إلا في الأشياء المستقدرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الشمال، هذا من أدابه. هنا يجب علينا أن نقتدي بهذا الفعل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك، حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم من تحبه؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ ما هو الحكم في ذلك؟ الصحيح أنه واجب على كل مسلم قطعاً، جميع المسلمين لا بد أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في قلوبهم، والأدلة على ثبوتها ووجوبها كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في الذي جمع فيه آية واحدة كل محبوبات الدنيا وكل متعلقات القلوب وكل مطامع النفس ووضعها في كفة، وحب الله وحب الرسول في كفة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ هنا في هذه الآية تبين أن محبة الله محبة الرسول واجبة، ولهذا الله سبحانه وتعالى جمع في الآية محبوبات الدنيا كاملة. أولاً آباؤكم، آباؤنا، كذلك أبناؤنا، ثم إخواننا، إخواننا الذين هم إخواننا في النسب، كذلك زوجاتنا، وعشيرتكم معناها أقاربنا من القبيلة، وأموال اقترفتموها وهو المال الذي بين أيدينا، وتجارة تخشون كسادها سواء التجارة أو الأموال. قال: ومساكن ترضونها، كذلك البيوت التي نسكنها ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. معنى ذلك أنه لا بد أن تحب الله ورسوله أكثر مما تحب هذا. معنى ذلك أن هذه الآية تدل على وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم. ما في مؤمن إلا النبي أنه أولى به، أي أولى أن يحبه وأن يطيعه. النبي أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم. ثم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، رواه مسلم، وهذه الحديث كلها صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، وهذا الحديث كذلك صحيح، رواه البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بمعنى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من ولدك ووالدك، وكذلك أحب إليك من نفسك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك، حكم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر يقول: أنت للرسول أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. بماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، أي الآن أنت حققت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نفدي النبي، نفدي محمد عليه الصلاة والسلام بأنفسنا وأموالنا وجميع ما نملك، فلا بد أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة. رواه البخاري. وقال ابن حجر: أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، أي أن عمر عرف بماذا يجب عليه فنطق بما يجب عليه الآن، بأنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى من نفسه. هنا نسأل سؤال: لماذا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نحبه؟ لماذا نحب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا السؤال لنهيج القلوب. لماذا نحب الرسول؟ لماذا لا نحب الرسول ولا نحب أنفسنا؟ أي نقدم الرسول على محبة أنفسنا. لماذا نقدم الرسول على محبة آبائنا وأزواجنا وأموالنا؟ لماذا نحبه؟ لماذا نحب الرسول؟ ما هو السبب في محبتنا؟ قال هنا يقول هنا: لنؤكدها ونحرص على غرسها، يعني لنؤكد هذه المحبة ونغرسها في قلوبنا.
والنفوس حتى تتحرك بها المشاعر وتنصبغ بها الحياة وتكون هي السمت والصبغة التي يكون عليها المسلم في سائر أحواله بإذن الله تعالى. أولاً هنا سألنا سؤال: لماذا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي سبب محبتنا؟ السبب الأول: نحبه لأنه حبيب من؟ حبيب الله. هو حبيب الله، هو حبيب الله عز وجل. ومن أحب هنا الله أحب كل ما أحبه الله. إذا أنت تحب الله فعليك أن تحب كل ما أحبه الله. وأعظم محبوب من خلق الله وأعظم محبوب من خلق الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولكن صاحبكم، والمقصود صاحبكم يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، خليل الله. خليل هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. رواه مسلم، يعني نفسه والخلة هي أعلى درجات المحبة. ثانيا: لأن الله أظهر لنا كمال رأفته وعظيم رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. الرسول كان كامل الرأفة بأمته وعظيم الرحمة بهم. فنحن نحب الإنسان متى ما وجدناه بنا رحيما. يعني نحن الآن كبشر إذا وجدنا إنسان بنا رحيما نحبه، وهكذا طبيعتنا. مثل الآن محبتنا لأمهاتنا، لماذا نحب الأمهات؟ لوجود الرحمة، وجود العطف والحنان من الأم، كذلك الأب. لكن وجدنا أن هذا موجود في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم مما وجد في أمهاتنا وآبائنا. ثم قال هنا: وعلينا شفيقا ولنفعنا مبادرا. النبي عليه الصلاة والسلام علينا شفيقا، أي شفيقا بأمته، ولنفعنا مبادرا، أي دائما مبادر لنفعنا، ينفعنا سواء في دنيانا وفي الآخرة. فنحبه من أعماق قلوبنا. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الباب أعظم من رحمنا ورأف بنا، وإن كان بيننا وبينه هذه القرون المتطاولة. الآن نحن بيننا وبين الرسول قرون متطاولة، أي قرون بعيدة، وكم قرن بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن الرسول: لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله، وصفه يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة الرسول. ثانيا: من دواعي محبته وخصائصه وخصاله العظيمة، ويكفينا في ذلك قوله، قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. واجتمع فيه ما تفرق من وجوه الفضائل والإخلاق والمحاسن في الخلق كلها، فكان هو مجتمع المحاسن عليه الصلاة والسلام. مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي مظاهر محبته؟ يعني ما هو الذي يظهر علينا في محبة الرسول؟ كيف نعرف أننا نحب الرسول؟ أولاً: الإيمان الصادق به. الإيمان الصادق به، أي أنك تؤمن. وتعريف الإيمان كما هو معرف، الإيمان تعريفه لغة التصديق، وشرعا هو إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ولهذا لابد أن تقر باللسان. وأول كلمة في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. هكذا يكون الإسلام، هذا إقرار. واعتقاد بالجنان أي أنك تعتقد في قلبك جميع ما تعمله هو محبة لله وللرسول، وطاعة لله وطاعة للرسول. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله والرسول، ذكر الله فآمنوا بالله والرسول والنور. النور وهو القرآن الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. نبينا صفته أنه أمي، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنا ذكر الله في هذه الآية قوله تعالى هنا: واتبعوه، بمعنى أنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. هذه الآيات تدل لابد أننا نصدق بالرسول، لابد من التصديق به، تصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. الرسول أمر أن يقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه مسلم. فالرسول أمر أن يقاتل الناس حتى يؤمنوا به، بمعنى أنك مؤمن به أي أنك تصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه، والاتباع هو دليل المحبة. يعني كما تعرفون الآن بين الأصدقاء، بعض الأحيان الصديق مع الصديق يتبع صديقه، لماذا يتبع صديقه؟ لمحبته. لكن لنعلم نحن نتبع الرسول، ولهذا نتبع جميع أو نتبع جميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام للمحبة، لمحبة الرسول، وهو شرط، وهو شرط صحة هذه المحبة، وبدونه لا تتحقق المحبة شرعية. بمعنى أنك إذا أنت تحب الرسول لابد أن تتبع الرسول، إذا كنت لا تحب الرسول لن تتبعه. ولهذا من علامات صدق المحبة، من علامات صدق المحبة هي اتباع النبي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذا دليل على أن الله أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً على حبه، فهذا من باب أولى دليل على حب النبي عليه الصلاة والسلام. ونجد أن الاتباع هو أعظم شاهد على صدق المحبة، بل هو من أجل ثمارها. يعني أن الاتباع هو من أعظم شاهد على صدق المحبة. فالذي يتبع الرسول، فالذي يحب الرسول يتبع الرسول، والذي لا يحب الرسول لا يمكن أن يتبع الرسول. فالاتباع بجميع ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك نأتي لثالثاً من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام: تعظيم النبي وتوقيره والأدب معه. لا بد أن نعظمه، والتعظيم سوف يذكر لك أكثر من نوع، أكثر من نوع في التعظيم، بمعنى أنك تعظم الرسول. قال: هذا ما يقتضيه مقام النبوة والرسالة من كمال الأدب وتمام التوقير، وهو من أعظم مظاهر المحبة وآكد حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، كما أنه من أهم واجبات الدين، من أهم واجبات الدين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالقلب وباللسان والجوارح. طيب ما هو التعظيم في القلب؟ التعظيم بالقلب هو ما يستلزم اعتقاد كونه رسولاً اصطفاه الله بالرسالة. لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد، نعتقد أنه رسول اصطفاه الله بالرسالة، أي أن الله اصطفاه من بين الخلق جميعاً، اصطفاه من بين الخلق جميعاً على سائر خلقه. أما التعظيم باللسان فيكون بالثناء، نثني على الرسول بلساننا، نثني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو أهله مما أثنى به على نفسه، أو أثنى به عليه ربه عز وجل من غير غلو ولا تقصير، كما يشمل الأدب في الخطاب معه وعدم رفع الصوت على صوته، وكذلك الأدب في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من التعظيم باللسان، فيكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به الله على نفسه. تثني على الرسول أي أنك تمدح النبي، يمدح الرسول، يمدح أي تمدحه بلسانك، سواء بما ذكره الله عز وجل وذكر به نفسه، لكن من غير غلو، لا نغلو بالرسول، أي لا نجعل الرسول فوق منزلته، وإنما ننزله المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى. أما التعظيم بالجوارح فيشمل العمل بطاعته وتجديد متابعته وموافقته في حب ما يحبه وبغض ما يبغضه، والسعي في إظهار دينه ونصر أو نصرة شريعته والذب عنه وصون حرمته. هذا التعظيم الجوارح. الجوارح يعني جوارحك، سواء لسانك، سواء سمعك، سواء يدك، هذه الجوارح. ماذا نفعل؟ أولاً يشمل الطاعة العمل بالطاعة. يعني الرسول أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا بالصوم نصوم، أمرنا بالحج نحج، هذا بالجوارح. كذلك موافقته، نوافق الرسول، نوافق الرسول فيما جاء به. كذلك نبغض جميع ما أبغضه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي شيء يبغضه الرسول نبغضه. يعني مثلاً أبغض نوع من الطعام نبغضه، أبغض نوع مثلاً من بعض الأعمال التي لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام نبغضها. كذلك أظهار الدين، نظهر الدين. يعني مثلاً الآن رفع الأذان ورفع الصوت بالأذان، لماذا؟ هذا من أظهار الدين، من أظهار ماذا؟ الدين. كذلك لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ لإظهار الدين. لماذا لم يجعل تجعل الصلاة داخل البيوت؟
ولماذا لم تجعل مثلا الصلاة مثل النصارى في الكنائس أو في البيع؟ لماذا وضعت المساجد وأظهرت؟ هذا من إظهار محبته عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه. ونصرة الشريعة، لابد من نصرة شريعته، أيننا ندافع عنها بكل ما نملك، وصون حرمته، كذلك صون أي حماية القرآن وحماية السنة وحماية ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة تذكيره وتمني كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه. لابد أن يكون هذا موجود في قلوبنا، هذه من مظاهر المحبة، من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة تذكره، نتذكره سواء في يعني كما يقولون في النهار أو في الليل، في منامنا، في يقظتنا، في أكلنا، في شربنا، نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام دائما، وكذلك نتمنى رؤيته، نتمنى أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إلى لقائه، نشتاق إلى أن نلقاه، وأسأل الله أن نلقاه على الحوض يوم القيامة. ذلك يقول هنا ذلك أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، كما تلاحظون الذي يحب شيء دائما يذكره كثيرا، وهذا معروف عند الناس، الذي يحب شيئا يذكره كثيرا. فإذا أنت تحب الرسول فلا بد أن يكون كثير ما تذكر الرسول على لسانك، ولا يكون ذلك إلا إذا انشغلت المحبة، إلا إذا اشتغلت المحبة قلب المحب وفكره. لا يمكن أن تكون ذلك إلا إذا أشغلت المحبة قلبك، ولهذا الآن القلب لابد أن يكون هناك فيه حبيب، والحبيب الأول لدينا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلابد أن ينشغل قلب الإنسان بمحبته عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك استحضار الأسباب، لابد أن نستحضر الأسباب التي تستدعي إلى إظهار المحبة، والدواعي الباعثة إلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدر النعمة التي أنعم الله بها على الناس إذ بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي، يود أحدهما لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. يقول من أشد أمتي، أي من أشد الناس في أمتي حبا لي، يعني حبا لي ناسا يكونون بعدي، أي بعد النبي، أي بعد موت النبي، ماذا يفعلون؟ يود أحدهما، أي يود الواحد منهم أنه لو رآني لو فقد أهله ولو فقد ماذا؟ ماله، لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على محبته، دليل على محبته حينما تكثر من ذكره وتمني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، من مظاهر محبة النبي خامسا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. لابد أن يكون هذا الموجود، أن يكون الرسول أكثر محبة من أهلك، سواء من زوجتك أو كذلك من أمك أو أبنائك أو إخوانك، وكذلك من الولد والوالد والناس أجمعين. لابد أن تكون هذه موجودة في قلوبنا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم، هذه الآية مرت معنا سابقا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آية تدل على أن الرسول لابد أن تكون محبته أحب إليك من جميع ما ذكره الله في هذه الآية. وعن أنس قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكما حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وثبت في الحديث من ثبوت محبته الاجتماع معهم في الجنة، وذلك عندما سأله رجل عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري. هنا هذا الرجل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الرسول عن الساعة، متى الساعة؟ كما سأل جبريل، يعني متى الساعة أو ما علاماتها؟ فسأله النبي، قال: ما أعددت لها، يعني ما هو عدتك لها؟ هل أعددت لها صلاة وصوم وصدقة وغيرها من الأعمال؟ ما أعددت لها كبير؟ قال هذا الرجل: أنا ما أعددت عمل، ما عندي عمل كبير، يعني مثل صلاة الليل
والمحافظة على جميع الصلوات المفروضة والسنن الراتبة وغيرها، ولا صيام، كذلك ما عندي صيام، لا يوجد عندي صيام ولا صدقة، ولكن يقول أنا أحب الله ورسوله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أي أنت مع من أحببته. ولهذا إذا أنت حبيت الرسول فسوف تكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لابد من العمل، لابد أن الإنسان يعمل. ولهذا من مظاهر محبته اتباعه في الأعمال، أي أنك تعمل ما أمر به النبي من الصوم، من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها. ويجد الإنسان حلاوة الإيمان بمحبته عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجد حلاوة، والحلاوة هي ما يتطعم به، لكن هذا التطعم أو هذه الحلاوة موجودة في القلوب، موجودة في قلوب الناس. يقول: فعن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء: من وجدنا فيه، أي وجدنا في قلبه ووجدنا في داخل الإنسان، وجد حلاوة الإيمان. ولهذا الإيمان له حلاوة، أي له طعم، له طعم يستطعم به الإنسان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا أنت تحب الله وتحب الرسول أحب إليك مما سواهما. وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذها الله من كما يكره أن ينقذف في النار، رواه البخاري. هذا الدليل يدل على أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، نصلي عليه، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، والإكثار من ذلك. بعض الناس الآن يستكثر لما تقول والصلاة والسلام على رسول الله، لابد أن نكثر، وهذا دليل على المحبة، دليل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله والملائكة وهم أفضل الخلق، الملائكة يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، وهذا أمر من الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله يصلي على النبي أو لا يصلي؟ يصلي أو لا يصلي الله؟ ها؟ يصلي الله على النبي أو لا يصلي؟ يصلي. من هو الذي يصلي؟ الله على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الملائكة، معنى ذلك أن هذه من مظاهر المحبة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اقتداء بالله، نحن نقتدي بالله، أي نتسأنى بسنة الله وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، يعني جزاء لبعض حقوقه عليكم. هذا بعض من حقوقه عليه الصلاة والسلام، لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبته وإكراما، وزيادة في حسناتكم وتكفيرا في سيئاتكم. تفسير السعدي، أي أن السعدي يفسر هذه الآية، يقول: اقتداء بالله وملائكته وجزاء على بعض حقوقه عليكم، أي جزاء لبعض الحقوق التي هي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما، وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. يعني هذا جزاؤك إذا صليت على الرسول فلك عشر صلوات. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعل بيتك مثل القبر، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا. وسوف نشرح هذا الحديث. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بمعنى أن صلاتك ولو كنت الآن هنا في أندونيسيا فإنها تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني رغم أنفه، أي أنه رغم أنفه بالتراب إذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة سنته،
أي محبة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الداعين إليها. أي إنسان يدعو إلى محبة الرسول يجب علينا أن نحبه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هنا بمعنى أنك يقول في الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، بإيمان بالله وبالرسول، ولا تجعل، ولا تجعل في قلوبنا، أي في قلوبنا الآن، غلا للذين آمنوا، سواء المؤمنين الذين بين أيدينا أو الذين سبقوا أي آمنوا بربنا، إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شارح العقيدة الطحاوية: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله، يعني موالاة الله، محبة الله ورسوله، موالاة المؤمنين، يعني تحب المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إلى أن قال: فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبهم قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلاف لابد له في تركه من عذر. هنا هذا شرح للآية. مرة ثانية نعيد الشرح. هنا يقول: يجب على كل مسلم بعد موالاة الله وموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام موالاة المؤمنين، أي حب المؤمنين كما نطق به القرآن. ولهذا قال في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا حقد على الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول هنا: العلماء هم ورثة الأنبياء، ولهذا يجب علينا محبة العلماء، نحب العلماء. لماذا؟ يقول: فلأنهم خلفاء، هم خلفاء الرسول في أمته، هم يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في أمته. والمحيون، أي يحيون لما مات من سنته، يعيدون ما مات من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فبهم، أي في بهؤلاء العلماء، قام الكتاب وبهم قاموا، أي أنهم هم أقاموا الكتاب وبه قاموا كذلك، وبه أو بهم نطق الكتاب، بهم نطق الكتاب، القرآن نطق بهم، وبه نطقوا، أي نطقوا كذلك هم بالقرآن، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا أي صادقا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب علينا أن نعلم: إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، بمعنى أنه لو جاء أحد العلماء بحديث بخلاف ما جاء به، بمعنى لو إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، معنى أنك وجد لك عذر بترك ما جاء به هذا العالم. ما هو العذر؟ لأنه وجد حديث صحيح، وجد حديث صحيح يخالف قول هذا العالم، بمعنى أنك اتباع العالم تتبعه إذا كان يوافق ما جاء به الله وجاء به الرسول. إذا وجد قول لأحد العلماء يخالف الحديث الصحيح فنحن لا نتبعه. لماذا؟ لأنه وجد عذر بترك ما جاء به. بعد ذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، وأزواجه أمهاتهم، أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يتمثل هذا في توقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرمتهم ومكانتهم وبغض من أبغضهم وآذاهم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بآل بيته خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. وعبد الله انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب استكمل هذه. ومن مظاهر محبة الرسول الله، من مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم حبه أو حب أصحابه ومعرفة فضلهم وقدرهم والثناء عليهم بما هم أهله، أي نثني على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام
والانتصار لهم مما يؤذيهم وبغير الخير ذكرهم، أي لا نذكرهم إلا بالخير، فهم خير هذه الأمة بعد نبيهم. ويكفي أنهم فازوا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد خصهم بهذا الشرف دون غيرهم من العالمين، فكانت لهم منزلة الصحبة التي لا تعادلها أي منزلة سواها في هذه الأمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث يحذر من أن تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال في الحديث هنا: لا تسبوا أصحابي. لا نسب الصحابة ولا نتكلم في الصحابة، ولهذا فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، أي بمقدار وزن جبل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم، بلغت مد أحدهما، أي مد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نصيفه. والله أعلم. الذي له سؤال الآن يتفضل بالسؤال، المجال مفتوح للأسئلة. طيب، لا تفضل تفضل. سوف نذكرها، ما معنى صلاة الله على النبي وما معنى صلاة المخلوقين على النبي، سوف تأتي بإذن الله، نشرحها إن شاء الله، سوف تأتي هذه بإذن الله. بارك الله، جزاكم الله خيرا جميعا.